في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن إنفاق الميليشيا الانقلابية الحوثية أكثر من تريليوني ريال سنوياً لتمويل الحرب ضد الشعب اليمني وما تسميه المجهود الحربي. وقالت المصادر إن الإيرادات التي تحصل عليها الميليشيا من النفط والغاز والأسواق السوداء ومصلحتي الضرائب والجمارك وإيرادات الاتصالات والزكاة وحصة حكومتها من فائض الأرباح والتي تبلغ أكثر من 883 مليار ريال أنفقتها خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من هذا العام على تجميع الصواريخ البالستية والطائرات والقوارب المسيرة والمفخخة والألغام البحرية التي تصلهم من إيران وإثراء قادة ومسؤولي الحوثيين وأسرهم بالحسابات البنكية وتأسيس الشركات الخاصة وشركاء الأرض وشراء الأراضي والعقارات من تلك الأموال. المصادر قالت إن خطة الإنفاق تعد بمثابة موازنة مؤقتة يمررها الحوثيون عبر البرلمان الموالي له كل 6 أشهر، ويذهب الجزء الأكبر من الإنفاق المقدر بأكثر من 40% إلى الدفاع والأمن والقضاء، بينما تلقي بنصف راتب أساسي كل نصف سنة للموظفين في مناطق نفوذها فقط. معنا الصحفي الاقتصادي السيد وفيق صالح، نرحب بك. بداية، ما هي أبرز مظاهر النكبة التي حلت بالاقتصاد والقطاع الاقتصادي بشكل عام خلال السنوات الثمان من عمر الانقلاب الحوثي على الدولة؟ بداية تحية لك ولكافة المشاهدين. طبعا أهلا بك. مظاهر التداعيات الكارثية على الاقتصاد الوطني كثيرة، حيث طالت القطاع العام والقطاع الخاص ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء انقلابها على مؤسسات الدولة وضعت يدها على كافة المؤسسات والقطاعات الحيوية واستولت على المخزون النقدي في البنك المركزي وجمدت النشاط الاقتصادي والتجاري. وأما القطاع الخاص فمارست سلسلة من المضايقات والقيود المفروضة وفرض الكبايات والإساوات المالية والمضايقات والحملات الأمنية إلى درجة أن الكثير من الشركات التجارية أفلست، وكذلك 80% من الشركات الصغيرة أيضا تعرضت للإفلاس، وهناك أكثر من 500 قضية إفلاس لهذه الشركات منظورة أمام المحاكم. وبالتالي تراجع النشاط الناتج الإجمالي للدولة إلى النصف، وانخفض دخل الفرد من الناتج القومي السنوي، وكذلك ارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى درجة غير مسبوقة. نعم، إذن هل ثمت تقديرات بخسائر القطاع الاقتصادي خلال سنوات النكبة؟ وأيضا كيف حولت الميليشيا القطاع الاقتصادي في مناطق نفوذها إلى قطاع مغلق عليها فقط؟ صحيح، الميليشيا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء تحول الاقتصاد إلى اقتصاد خاص تابع للسلالة، فيما تحاربت القطاع القديم الذي يعمل منذ عقود، وبالتالي هي انشات اقتصاد طفيلي قائم على تجاره وغسيل الاموال والقائم على نهب الاموال من المؤسسات والموارد العامه. نعم، اذا ما مدى قدره القطاع الاقتصادي على الصمود اكثر في ظل استمرار الانقلاب والنكبه برايك؟ اعتقد ان خيارات القطاع الخاص والاقتصاد اليمني في الوقت الراهن هي خيارات محدودة للغاية، لأن الميليشيا كثفت من حملاتها ضد القطاع الخاص والقطاع التجاري وجنت حملات أمنية واسعة، وبالتالي فرت كثير من رأس المال الوطني إلى الخارج. وبحسب الدراسات تقدر حجم الأموال التي فرت إلى الخارج نحو 30 مليار دولار. نعم، الصحفي الاقتصادي السيد وفيق صالح كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.